الله الحمد لله يا رب الحمد. لا إلى صغيرة لا إلى صغيرة لا صغيرة إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء لقناة شوف تيفي، مرحبا بكم متابعي الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من ضواحي مدينة القصر الكبير. إذن كنحيو جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. إذن كنتوجهوا الآن بالضبط بجماعة السوق الطلبة التابعة لتراب عملة إقليم العرائج. إذن كنتوجهوا الآن بواحد الدوار ديال الهيايطة الهيايطة كنعتذر الهيايطة، وهاد الناس هادو كيتشكا من واحد الشخص اللي هنا في الدوار هذا، الشخص هذا اللي هو نافذ في المنطقة في الدوار آخر، هذا الشخص اللي كيشوف في منطقة أخرى اللي كيقولوا على حسب القول ديالهم بأنه نافذ وعنده نفوذ وأنه استغل النفوذ ديالو وجا وترام على الأرض ديالهم وأنهم عندهم ملكية ديال الأرض. إذا نخليكم مع التصريحات ديال هاد الناس هادو، كنتمنى من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء أنهم يبارطاجيو باش صوت هاد الناس هادو بغينا يوصل للجهات المسؤولة، وحقهم وحقهم بغينا ياخذوه، بغينا ياخذوهم، بغينا ياخذوا حقهم. تفضل أختي. السلام عليكم. كنتمنى من الله ومن سيدنا الله ينصره ومن المسؤولين يشوفوا من الحالة ديالنا حنا، ثم كتشوفوا بالشهادة المحافظة ديالنا الأرض ديالنا من 2014 والوالد ديالي كيتصرف فيها عطاتها له جنة الضم. فين جات الأرض؟ الأرض في جماعة سوق الطلبة دوار هيطة، والوالد ديالي كيتصرف فيها. من بعد توفى الوالد ديالي 2017 درنا الإراثة ودخلنا ليها كحنا تسعد الوراثة. من بعد توفات الوالدة ديالي في هاد الجائحة هادي 30 في شهر 6 عملت الإراثة ودرنا شهادة المحافظة. هاد الناس كيدعيونا بأن هو عندنا ترامينا لهم في الأرض ديالهم، الأرض خلاها لنا الوالد ديالي المحامي كيقول لي ما عندكش الترامي، وهاد الناس حكموا علينا بالترامي. هاد الناس هاد عندهم نفوذ، عندهم نفوذ، عندهم بزاف عندهم. انا كاع البيبان دقيتهم وكيتشدوا في وجهي. كنطلب منكم ومن الله تعالى سبحانه ومن سيدنا ومن هاد المسؤولين يشوفوا من الحاله ديالي. خويا انت ما كتشوفوا في الحاله ديالو خويا، لا خاصه يفتو يجيب لي كيلو البطاطا ما يجيبوليش، ما يجيبوليش خويا. انا اللي خدامه على اليتامى، على اليتامى خدامه عليها. وهاد الناس باغيين يقلعوا لي ارضي ويعطيوها لهاد السيد طغيان. عندهم نفوذ، عندهم فلوس، انا عندي الله وعندي تتوجه لكم انتم تشوفوا من الحاله ديالي. هذه اللي كاين، هذه اللي عندنا، هذه اللي كيتصرفوا منها بزاف، هذه اللي عندنا، هذه عند الدواء النفساني، الدواء كتشرب الدواء. هذه الارض هذه شحال فيها تقريبا من قطار؟ فيها تقريبا قطار وجوج الخدامه. بالنسبه للوالد ديالك واش عنده شي الوريقات عن هذه الارض ديالو؟ الورق هي هذه الشهاده الملكيه، يعني ملي تيجي الضم تتولي ملكه على الوالد ديالك، على الوالد ديالك عندي الشهاده. يعني الوالد ديالك من زمان من قديم هو كيستغل هذه الارض ديالك. من 2014 ملي عطاتها له لجنه الضم، من 2014 هو كيستغل. الورقه ديال لجنه الضم فين هي عندك؟ نعم ها الدفتر ديال. اذا هذه الورقه من شهاده من المحافظه العقاريه، هي قدامكم هذه ديال المحكمه، هذه ديك الحكم، هذا الحكم جبدي لي ديال ديال الضم. كرطون، كرطونه كرطونه. وهذه الورقه كما كتشاهدوا متابعين الاوفياء ديال كما كيسميوه هما ديال الضم اللي عطاتهم له، اللي عطاو الاب ديالهم هنا في هذه المنطقه هذه اللي فيها تقريبا مجموعه ديال الاسماء ديال الاخوان ديالها. هذه الارض هذه انتم كتشوفوا ارض فلاحيه، هي الصوره. وللاسف الشديد على حسب ما قالوا بان السيد هذا للاسف عنده نفوذ، والسيد هذا كما كيقولوا يده طويله، ولكن الحمد لله الحمد لله عندنا قانون في البلاد، قانون اكيد غادي ينصفهم، هما التجاوا ليلو واكيد انهم عندهم ثقه في القضاء وغادي ينصفهم اكيد، غادي يرجع لهم حقهم. دابا هما ما كيطالبوا بوالو، كيطالبوا غير بالحق ديال الاب ديالهم، كيطالبوا غير بالحق ديالهم. الحيازه ديالنا، الحيازه ديالنا، الحيازه ديالنا، حيت هذا عنده نفوذ كيعطيوه، حيت هذا عنده نفوذ كيعطيوه حقه. حنا ما عندناش دراوش، حنا ما عندناش، عندنا الله تعالى سبحانه، ما عندناش، ما عندناش. الحكم كان 5 في شهر 11 ولاو اجلوه حتى ل 25،
والمحامي كيتقاتل معاهم، علاش ما بغاوش يحكموا في ديك التاريخ؟ ولا حتى حتى كيديروا له اي خاطر هو يخدمته هوايا، حتى اللي بغاو يديروا هو كيدير يبغى دم في الطريق ديالي. انا ما عنديش، عندي الله تعالى سبحانه، كنتمنى من الله ومن المسؤولين ومن سيدنا يشوف من الحاله ديالنا. حنا عيتام، اخويا عمرت ما كاينش اللي خدم له على وليداته، انا خدامه عليه، ويدينا هاد الارض ديالنا منا عايشين منا اسره. هانتوما كتشوفوا الوثائق الشهاده المحافظه شكون فيها، اي حنا بنات ما فيهاش غير خويا واحد هو اللي عندي. تبغى الارضيه اللي عايشين منها، هي اللي عايشين منها اسره. منا عندنا فعنمشي، واش فين نمشيو حنايا؟ فين نمشيو حنا؟ منا عندنا فين نمشيو؟ دابا داعي جوج وعين نفذ عليا نهار 24 في شهر. شحال الخوت انتوما؟ حنا 8 د الخوت، 7 د الخوت، 7 وهذا الثامن. سبعة وهذا الثامن، علاش دعاكم انتم غير بجوجكم؟ علاش بالضبط؟ ما فهمناش حتى حنا براسنا، ما فهمناش. انا ما حاضرش حتى هنا ودعاني، انا ما حاضرش ودعان باش تعرفي السيد عدو النقود اللي حضروا ما دعاهمش، اللي ما حضرش دعاه. تيختار ارضنا وارضنا وخلحنا نحضر ارضنا، ارضنا الحية زاد بانا. هاد الارض كتفلحوها من زمان، من زمان اللي عطاتني، قلت لك من 2014 الضمش منا هنا. الضم راه عارفه، القبيله راه عارفاها، كلشي تقبل بالضم، كلشي تقبل بالضم، وهو ما تقبلش. هاد السيد ما قبلش الضم، عطيه لنا سيدنا، ما عطيه لنا حتى شي واحد. عطيه خصك تفضل كمل. هاد خويا هاد الارض عطيها لنا سيدنا من اللجنة، حنا كنتقبلوا الارض، الضم اللي عطانا سيدنا حنا كنتقبلوه. هو هاد السيد هذا ما تقبلش هاد الشيء هذا. كمل. هذا الشيء السيد ما كيتقبلش الحكم ديال سيدنا، حنا كنتقبلوا هذا الشيء، عطانا هذه الارض سيدنا الله ينصر، الله ينصر الدار، ارضنا نجيحه اخرى، وهو عطاونا هذه الارض. هذا حنا كنتملكوا فيها، فين نمشي حنايا؟ فين نعدي ولا فين نمشي؟ نرعى اليتامى مع الطفلات، كندخل في المغرب كنت نجيب لي طلب الخبز، كيتحكروا علينا. الله ياخذ الحق. إذا كما سمعتم متابعي الأوفياء لقناة الشوف تي في مباشرة من ضواحي مدينة القصر الكبير، وبالضبط جماعة الطلبة. عندي الملف النقد، عندي الملف النقد، المسؤولين كان توجهت لكم أنتم تشوفوا من الحالة ديالي، الملف النقد أنتم تبحثوا تشوفوا من الحالة ديالي، كنتمنى من سيدنا ومن المسؤولين يشوفوا من الحالة ديالي، راه عندي الملف النقد. دابا غينفذ على جوج وستة غادي يدي لي الأرض ديالي، فين غنمشي؟ ما عنديش فين نمشي، أنا على أرضي نموت. على ارضي نموت، معليش نجلس، لا دالي الارض غنمشي، ليش نجلس؟ كنتمنى من سيدنا يشوف هذا البرنامج وياخذنا حقنا، تنطلبوه تنترجاوه، تنطلبوا المسؤولين وسيدنا ياخذنا حقنا. ها احنا بورقنا بكرطونتنا اللي عطاتها للنجله تاع الضم، وحنا تنستغلوه، وهو منفذ على جوج اسماوات، ما يمكنش ينفذ على جوج وتمشي الارض. هادشي راه مستحيل، وتنطلبوا من عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش سيدنا. حنا قبلنا تقبلنا كلشي ديالو، هو ما تقبلش الضم. واش هادشي راه مخرجو سيدنا؟ ما مخرجو حتى واحد. ضم اجباري على المواطنين كاملين، ماشي على ولا عليه هو، وكان عليا على ما ماشي حتى على شي واحد، نجعلو هكاك ونقولو راه ارضه، ولكن اجباري للمواطنين كاملين. وما تقبلهاش، وحنا مقبلين من عطانا لجنة الضم، محايزة الوالد ديالي، ملي توفى الوالد ديالي درنا إيراته وحايزينها حنايا تسع دلواراته. 2014 اليوم عاد يديها لنا. توفات الوالدة ديالي وحنا حايزينها دابا يا حنا 8 ديال دلواراته. تنتمنى من السلطة، تنطلب ربي الحبيب، وتنتمنى من سيدنا والمسؤولين والسلطة ياخذوا لنا حقنا. هذاك السيد راه عنده النقود. عندو النفود، عندو النقود، عندو النفود، النفود، ولكن حنا عندنا الله. صافي صافي. إذن تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري من ضواحي مدينة القصر الكبير. الأرض هي أمامكم، الأرض هي متابعين الأوفياء عبر البث الحي والمباشر. أكيد متابعين الأوفياء اللي قناة شوف تي في، حنا ما عندنا تقطيع، ما كنقطعوش، كل شيء واضح، ما كنستعملوش المقص. إذا الصورة أبلغ عن أي تعليق متابعين الأوفياء، الصورة أبلغ عن أي تعليق. هاد الأرض هادي للأسف الشديد الناس غادي يدوها لهم، وكيطالبوا من المسؤولين ومن صاحب الجلالة أنه يعطيهم الأرض ديالهم ويرجع لهم الأرض ديالهم. إذا كنشكر جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة الشوف تيفي مباشرة من ضواحي مدينة القصر الكبير، تحياتي.